السلام عليكم. ترامب ليش شرح شابتر 1 و 2 للمساحة؟ لأن شابتر 1 و 2 هم يحكي أصلا، فحرام تقول عليهم فيديوهات أكثر من هيك. شابتر 1 هو introduction عن الماجيك. ببساطة إحنا نسمع مساحة مساحة مساحة. لما تحكي لي مساحة، يعني إنه أحسب مساحة الأرض، بقول لك أو مساحة معين أو مساحة مربع أو مساحة دائرة مثلا، بقول لك لا. في كل شيء منه بالمادة هاي، بقول لك اه في شابتر مش شابتر مادة ان شاء الله 8 تتعلم المساحة. والمساحة المقصود فيها هي السيرفينج. السيرفينج بكل بساطة هو علم المساحة، وعلم انه انا باخذ جزء من الارض، مثلا جزء من الارض سواء كان مستوي او كروي او بيضوي. احنا ما بنعرف اصلا كيف شكل الارض. شكل الارض ناس بتحكي كروية وناس بتحكي دائرة وناس بتحكي بيضوي. ان شاء الله هاي الطبقات كلها ما لنا فيها. الفكرة انه احنا بناخذ جزء من الخريطة، من جزء من الارض، وبنحطها على شكل خريطة بمقياس رسم معين. يعني انا بكون عندي بكل بساطة بشوف كمان من يعني علم المساحة، انه انا بشوف عندي مثلا خريطة، عندي والله موجود عندي هنا مثلا بنا، مثلا هون موجود عندي سيارة، عندي هون موجود دار ثانية هكذا. ببساطة بدي أمثلها على أرض الواقع. أنا وظيفتي كمهندس مساحة هاي الأشياء اللي على الخريطة إني أوديها للواقع، على أرض الواقع. أنواع القياسات، إحنا راح نقيس قياسات نطبق عليها أبليكيشن عالم المساحة. أهم إشي تعرف بتقيس أو شو بتقيس. بكل بساطة عندك أنت تقيس الهوريزونتال ميجرمنت، الفيرتيكال ميجرمنت، والأنجولار ميجرمنت. والله بشابتر 2 راح نحكي عن الهوريزونتال، بشابتر 3 راح نحكي عن الفيرتيكال، وبشابتر 5 وهيكس رح نحكي عن الزوايا. يلا بعدين نجمعهم مع بعض جهاز واحد 9 ان شاء الله بالله. بكل بساطة الهورزنتال ميجرمنت هي بتقيس المحاور. احنا بنعرف انه بالحياة عندي محور اكس وعندي محور واي، ونحن صغار بنعرف الحكي محور اكس محور واي. ببساطة الهورزنتال ميجرمنت اني احسب مثلا نقطة تكون النقطة، بدي احسب راح احسبها بطريقتين. نحن صغار نحسبها ككارتيزيان، نحسبها كبولر. شو يعني كارتيزيان وشو يعني بولر؟ كارتيزيان يعني احتياطيات، يعني بمد خط موازي لمحور واي بطلع ارتفاع من الارض، وخط موازي عن الاكس بحدد مسافة قديش مشيت عن المرجع. هاي مسافة واي وين مسافة اكس. انا بحكي البوينت مثلا بوينت بي احتياطها اكس واي. ايش كنا نسميه؟ كارتيزيان. نقدر نمثلها بولر. شو يعني بولر؟ اني اخذها كمسافة، اقيس مسافة من نقطة الاصل تمام، وبزاوية معينة اسمها الفا مثلا تمام. بالتالي اقدر امثل بوينت بي انه احتياطها اكس وواي، واقدر احكي انه المسافة ال هي المسافة او بي، وهي راح تكون فعليا اكس تربيع زائد واي تربيع. زاوية الفا هي تان انفرس الواي على اكس. هاي انقاصات الهوريزونتال ميجرمنت. انت بالارض لما تكون انت عندك ارض بدك تقيس، لما تكون هيك الارض عندك هيك بدك تقيس كيف فعلا محور اكس واي والعكس هاي اكس وهاي واي. بدك تقيس الزد، الزد هو لفوق فعليا لفوق، مش لفوق يعني هيك هيك اكس هيك واي مثلا. هذا الزد تمام. الزد ان شاء الله راح يكون بخصوص شابتر 3 شابتر ليفلينج. لما تمشي يمين ويسار انت قاعد تمشي اكس واي، لما بدك تطلع لفوق ولا تحت هي الزد. فاحنا كل نقطه لها احتياطيات اكس واي زد. يلا بشابتر 2 راح نحكي عن هورزونتال يعني اكس واي، شابتر 3 نحكي عن فيرتيكال يعني عن الزد. انجلر يعني زوايا، زوايا. انواع علم المساحه، في عندي بلان، في عندي البلان سيرفينج. البلان سيرفينج يعني انه مستويه، انه بلمنتريك سيرفينج او توبوغرافيك سيرفينج يعني خطوط، انه امثل الارض والخريطه كخطوط كونتور او خطوط مستويه. جيوتك سيرفينج ان شاء الله مساحه تطبيقيه مثلا راح ناخذ عنها شيء حال اخذت انت مساحه تطبيقيه. بس بكل بساطه انه الارض منتظمه بقيسها بالقياسات هاي الاجهزه، مهم كثير وهي مقدمه. بكل بساطه في عندي انا عمل المساح عام، انه بنقل من الارض للخريطه او من الخريطه للارض. فهون عندي سيتنج اوت، يعني بنقل من الخريطه للارض الشيء اللي احنا بنشتغله بالعاده. الكادسترال بنقل من الارض للخريطه، يعني بشوف شو يعني زي كاني انا صورت الارض رحت عملت خريطه على اساسها. خرائط، ببساطه الخرائط في عندي انا
طبعا في عندي انواع كثير من المساق اللي هي البروجكشن، بيقول انه الماب بريزنت ذا اورثوغونال بروجكشن ديفرنت فيتشر ان هورزنتال. يعني بكل بساطه انه انا الخريطه تعريفها انها هي عباره عن بروجكشن مستوي على هورزنتال ولها سكيل معين. طب شو السكيل معين؟ شو السكيل؟ شو معنى كلمه سكيل؟ قياس الرسم. قياس الرسم يعني انا جيت ومسكت الخريطه هاي ولقيت في خط، لقيت هذا الخط 10 سم. 10 سم بالواقع قد ايش طوله؟ ممكن يكون 2 متر، تمام؟ ممكن بالواقع 2 متر، فانا بالخريطه بمثل للرسومات والاطوال مساحات بسكيل مختلف عن ارض الواقع. يعني مستحيل اجيب خريطه ارسم عليها مبنى طوله 4 متر طول، يعني كطول واجهه، مستحيل. ليش؟ لانه مستحيل تحط، ما فيش خريطه طولها 4 متر، فبالتالي احنا بنعمل سكيل، نقسم على مسافه كذا. سكيل شو بيقول لك؟ هو بكل بساطة المسافة على الخريطة، المسافة على الأرض. يعني أنا لما بحكي 10 سنتي على 2 متر بطلع معي السكيل. طبعا بحول، بضرب 10 × 2 بطلع معي مثلا المقياس الرسم 0.02، كأنه 0.02 وليكن، يعني ما هيش اللي حاسب حسبها، أو بلا اللي حاسب هون، يعني صعبة. 10 × 200 0.05 مقياس الرسم 0.05، يعني كل قيمة خريطة فعليا بقيمها 0.05 تعطيني على أرض الواقع. في عندي أنواع الخرائط، في عندي الخريطة الورقية والخريطة الديجيتال. طبعا الخريطة الديجيتال أفضل من الخريطة الورقية، الخريطة الديجيتال يعني زي جوجل ماب مثلا. الخريطة الورقية مش دقيقة كثير بتكون، وبسهولة التعامل مع الديجيتال كمان. عندي عوامل بتأثر على مقياس الخريطة، منشن الخريطة، الهدف من الخريطة، الدقة المطلوبة من الخريطة، الإيكونوميك، يعني كيف يعني مثلا أبعاد الخريطة. يعني الخريطة محكومة عندي إن تكون مثلا 4 متر 3 متر، ليش لا؟ خريطة مثلا أبعادها 50 سنتي 40 سنتي، تمام؟ عندي الخريطة هيك أبعادها، أنا مجبور إني أعمل سكيل للجزء المعين اللي عندي، وليكن عندي هذا المربع بالواقع هو 10 متر 30 متر. أنا بكون قديش أعمل سكيل مشان يناسب كل شيء أنا شفته على الواقع الخريطة. هدف من الخريطة برضه ودقة الخريطة، يعني أنا ليش بدي أعمل خريطة؟ هناك ممكن سكيل، أنا لو بدي أجي أعمل مخطط سكني كبلان، يعني بلان معماري، فلازم يكون عندي سكيل بحيث إن المعطب يبين معي السكيل عندي الدقة المطلوبة عشان أشوف. مهم مساء وحدات، يعني وحدات، يعني أنت صورت سنة ثالثة، ف يعني بدهاش دراسة، يعني الواحد متر يا 1000 متر، واحد متر 10 ديسي متر أو 100 سنتي أو 1000 ملي. هاي أشياء جديدة، الواحد رو 3.5، الواحد فوت 10 إنش واللي هو نفس 30 سنتي، واحد إنش 2 سنتي، الواحد يارد 3 فيت، الواحد 6 كيلو، الاريا الواحد دونم 1000 متر مربع، الواحد اكثر من 10000 متر مربع، يعني مش حفظ يعني مش كثير مهم. الزوايا، الزوايا في عندك بالدجري راديان وبالجريديان، على اللي حاسب، على اللي حاسب عندك فيها 3 قياسات. هذا كان تابتر 1، يعني هو بس عبارة عن مقدمة وحكي، ما في عليه أسئلة كثير. ترتو في حكي بس ممكن يجي الأسئلة كترو فولس، يعني لازم تكون أنت فاهمهم. فنبلش. Horizontal measurement used to measure dimension of building and other features to complete the cadastral process. حكي شو الكادسترال بروسيس؟ إني أحول من الجراوند الخريطة. بالتالي اللي هو من chapter 1 نحول من الأرض للخريطة. هو بقيس أبعاد المبنى، أبعاد المبنى يعني سواي المبنى، عندي الواجهات المبنى، ما بحسب ارتفاع المبنى. ارتفاع المبنى جاب 3، لو اخذ في تجربة بالله تحسب بعد مبنى كليك حق، يعني اتخاف. فانك تقيس ابعاد المبنى. طيب كيف؟ عندي كثير اشياء بقدر اقيس من خلالها الهورزنتال ميجرمنت. في عندي الهيومن ستيب، خطوة الانسان، يجي يقول لك عندي نقطة هون اسمها ايه، دكان نقطة اسمها بي، وانت ما معكاش لا متر لا جهاز ولا اشي، ببساطة امشي امشي. رحت بعدين لقيت انه انت مشيت هون 15 خطوة، 15
15 ستيب، تمام؟ رحت انت قست خطوتك بالميزان او اي مكان، لقيت انه الخطوه الواحده عندك تساوي مثلا 70 سنتي، 0.7 متر. بكل بساطه انه انت عندك 15.7 طول المسافه بالمتر، تمام؟ تمام. فطول الخطوه هي 15 ضرب 0.7 وخلاص بتطلع معي. الار اودوميتر بسطه عدد السياره، كان عندي مسافه مثلا ما بعرف شو هي، يكون نفس الاشي مثلا بس مش 20 متر ولا 30 متر، يعني زي هسه 15 خطوه، لا يعني المسافه كثير كبيره. فشو بعمل؟ باجي بعير السياره انه تمشي بسرعه 20 كيلو متر مثلا كل اور، امشي المسافه هاي واشوف بعدين قديش انا مشيت خلال الساعة هاي. طب مع الزمن يعني بشوف بقيس عندي الساعة وبقيس عندي الزمن وبرجع استاتيك وفيزياء ودايناميك بطلع قديش المسافة عندي. هسا الاثنين احنا راح نحكي عنهم بالمادة ان شاء الله، راح نحكي هذا ان شاء الله بشابتر 9 ترى، يعني مش راح يكون معنا بهاي المادة ان شاء الله. فنجي هسا نحكي عن يعني كثير هون الاسئلة هون ممكن تيجي على هذا المواضيع تجيك اسئلة تروح. يعني هي ببساطة عبارة عن سلاسل، لاحظ عندك انه عندك انت سلسلة بتبلش من هون بتنتهي من هون وموصلة بوصلات، طلع وصلات. بحكي لك ببساطة السلسلة الواحدة السلسلة كاملة هي 20 متر، تمام؟ فيها 100 وصلة، كل وصلة 20 سنتي، تمام. قديمة احنا ما بنستعملها، وهي ببساطة تستعمل بالانبيفت جراوند، يعني الارض اللي مش مزفتة. بس في هنا أسئلة تروفوس، قلت لك إنه أنا قست مسافة باستعمال التين، تمام؟ أنا التين رحت السلسلة الأولى، سلسلة ثانية، سلسلة ثالثة، وصلتهم منه. قست طلعت معي إنه القراءة هي 3.5 أو أحسن شوي 3 مليمتر. أقول لك هل هذا الحكي صح ولا لا؟ بقول لك خطأ. إيش؟ أول شيء قست سنتي. ثاني إشي لازم تكون عند المسافة المقاسة من مضاعفات العشرين سنتي، من مضاعفات العشرين سنتي. كيف يعني؟ قلت لك أنا عندي مسافة 12.47 متر، أنا بطلع هاي السنتي، هاي السنتي 4.7 من مضاعفات العشرين، بقول لك لا معناته خطأ. طيب شو يعني هذه كأسئلة تروف؟ طيب شو في مسافة مقاسة 12.4 صح، 12.2 صح، ايش مضاعفات 20 سنتي، يعني انا ما عندي قراءات، لان القراءات بالسنتي 12.6 صح، 11 صح، ايش مضاعفات 20 سنتي، مضاعفات 20 سنتي هذول صح. لو اجاك سؤال ترو فولس انه انت باستعمال التين، باستعمال التين لازم تكون اول شيء القراءات انه سنتي من مضاعفات السنتي، يعني 12.2 12.4 12.3 خطا، مش من مضاعفات السنتي 20 سنتي. اللي هو المتر اللي نسميه بالواقع متر، دي أنواع للمتر راح نستعمل هذا إن شاء الله إحنا باللاب لما أذكر، يعني بعد كده تغير. هو هذا المتر إنه بيكون زي المطاط، قريب من المطاط. الأطوال المستعملة عندي طبعاً اللي اسمه فايبر غلاس تيب، طوله 10 أو 15 أو 20 أو 30 أو 50 أو 100 متر. إن جيت عندك على السوق قلت لك بدي متر 35، بقول لك غلط، هذا المتر في طول 35، 30 في 20 في 50. جيت قلت لك بدي طول 26 متر، ما في 26 في 30 هيك. عرضه 11.5، عرضه كيف يعني؟ ما هو هيك بيجي الحبل الكروس سكشن، تمام؟ هذا طوله، هذا عرضه، هذا عرضه، هذا البث تبعه، تمام؟ بقول لك بكل بساطة هو خفيف وسهل للحمل، وطبعا بالله بتستعمله وانت بتسحبه معك. هذا ممكن السيارة تمشي فوقه راح ينقطع ولا راح ينكسر، ما بوصل الكهرباء، يعني إذا أنت بتشتغل بمكان في كهرباء كثير ومناطق توصل كهربائي تقدر تستعمل هذا الحبل لأنه غير موصل للكهرباء، ممكن يتأثر من الرياح. يعني لو أنت قاعد بتقيس مسافة هواء راح تلاقي يتحرك الهاي، إذا أنت حطيت عليه مي يصير فيه شرينكج. Length change due to the tension force، أكيد ما هو أنت كيف الفكرة من هون تسحب اللي واحد ثاني بتسحب من الدفتر، فانت قاعد بتشده عندي تنشن فورس فبتأثر على الحل. وببساطة شو اسمه
تبعته لازم تكون عادي يعني دقة عادية. الستيل تيب نفس اللي فوق بس إنه من حديد، هذا اللي إحنا مشهورين إنه له أطوال 1 متر، هذا البروبرتي بالعادة 1 متر، 2 متر، 50 متر، 10 متر. نفس الطريقة ضوء 51 سنتي، يعني هاي 51 سنتي، لا هو يا نص سنتي أو 1 سنتي، يعني يا نص يا 1 أرض. بكون تأثير الرياح أقل من تأثيره بالنسبة للنوع اللي قبله، أثقل وأغلى، وبتأكل مع الصدى، بتأثر مع الصدى، بتغير، ممكن ينكسر، ممكن ينكسر لو أنت جد عشته بينكسر حديد. بنفس الطريقة لو أنا جيت قلت لك متر ستيل تيب 26 متر، بقول لك لا، لازم عندي يا 20 يا 30. تمام تمام. عندي النوع الثالث انفار تيب، هذا مكون من ستيل ونيكل، نفس الخصائص ونفس كل شيء. في عندي هون المشرمت اكسسوارز اللي هي اكسسوارات انا بستعملها، مثل بوري او زي الدبوس، بتحط عشان تتعلم علامة، يعني بتعلم انه هنا عندي شيء، او او الستيل بولت نفس الدبل بيس، المطرقة ممكن تفيدك انك تدوس الدبوس، الريجنج بول ان شاء الله تاخذها بالكاتل 3 وباللاب، فيلد تفتر تسجل على الملاحظات. عندي هسه هون اختبار عملي، كيف اني اقيس مسافة طول من طول المتر. احنا حكينا بأن المتر قديش طوله، مثلا وليكن 30 متر. تمام، عندك مسافة 90 متر، عندك تقيسها بمتر واحد بساطة سهلة، يعني عندك المسافة هيك وعندك المسافة هيك. المسافة جيت قلت لك انها 100 متر، يعني انا لما قست طلعت كيف بعمل هاي اول متر، ثاني متر، ثالث متر، مسافة صغيرة 30 30 30 10. قديش طول هاي المسافة؟ ببساطة عبارة عن ال رب ان زائد ال سمول. شو ال سمول؟ هاي ال كابيتال اللي هي طول الحبل، طول الحبل اللي قست فيه، طول المتر 30 متر. الان عدد المسافات الكاملة، من قديش متر استعملت؟ كم انا استعملت؟ 3 3 30 90. زائد ال سمول قديش؟ 10 مية. هي ما بتكونش معي 100، انا بتكون معي مسافه بقيسها، بلاحظ المتر خلص. تمام، دبوس مثلا من الاكسسوارات، شو بعمل؟ كمان دبوس، برجع بعمل كمان دبوس، بعدين قيس الاخيره طلعت 10، فبجمع وبطبق القانون هذا. بس هي هون بقول لك الطريقه، بقول لك المسافه اي بي هي نمبر اوف فول لينث، هذا فول لينث، فول لينث، فول لينث، اد لاست ديستنس، لاست ديستنس، نفس كل شيء اللي حكيته. طبعا لنا الايرور وننهي الفيديو، بعدين عندي فيديو قصير للحل. عندي انواع الاخطاء بالقياسات بكل عام، عندي انواع الاخطاء، في عندي سيستماتيك ايرور. سيستماتيك ايرور خطا يعني بيكون بسبب البيئه، بسبب الظروف، بسبب انه القارئ، يعني مثلا القارئ قراها غلط، قراها غلط. كيف يعني؟ حكيت لك انا عندي اي 30 متر اصل، اجب رأي حكى لي انه طولها 30 متر، خطا. ممكن يكون التيب خطا، يعني ممكن يكون بسبب العوامل الجويه، الحراره مثلا تاثر عندي المتر فتمدد، فانت قستها طلعت 31 او تغيرت القراءات. يعني عادي ممكن الجهاز انه مبرمجه خطا لو كان الكتروني. هون انا قاعد لك مثال، وانت ساعتك متأخر 10 دقائق، هذه السيستم الساعة غلط، انت الخطأ، خطأ من الجهاز، يعني سيستماتيك ايرور خطأ من الجهاز. الراندوم ايرور، راندوم ايرور انت خطأ بتعرف شو مصدره. في يعني زي المثال محطوط هون، بقول لك عندك غرفة 4 × 4، تمام، 4 متر، احنا بنحكي انها 4 متر، جبت انت 5 اشخاص، كل واحد يقيس المسافة. اول واحد اجى قال لك طولها 4 متر 4.01، الثاني قال لك 4.02، واحد قال لك 3.99، واحد قال لك 4.05. يبقى هسه راح تحكي دول خطأ ولا صح؟ بساطة بحكي كلهم صح،
كلهم خطأ. طب ليش كل واحد قاس شكل؟ خلص ممكن انا رحت بالليل رجعت قستها مره ثانيه طلعت معي 3.99 وانا كل قيس 4.01، شو الصح؟ احنا مش عارفين، فهذا خطأ راندوم زين مش مشكله، راندوم ايرور يعني خطأ. هاي سيستميتك ايرور تقيسه انه تقدر تحسب الخطأ انه تطرح الطول الاصلي ناقص بالهاي. عندي المستيك اللي هو الخطأ، غلط مش خطأ، هذا خطأ وهذا غلط. غلط يعني انه مش مقبول. تجي انت تقول هاي مثل غرفة يقول 4 متر، تجي تقول لي هاي والله 15 متر، تقصها طلعت 15 متر. يا عمي ما هي 4 متر، احنا عارفين 4 متر او بالنظر 4 متر. فهون قاعد بقول لك امثلة، ارتفاع مبنى 30 سنتي، ارتفاع مبنى 30 سنتي، ثم سقف لحاله بكل ارتفاع 30، وزن 1600 كيلو، وزن 1 كثير 100 كيلو نحكي انه ناصح. مثلا المتر بقيس 37 متر، شو بقول لي انه قايس 18، ما انا حكيت 4 خلا 15. هاي هي الاخطاء، لازم تميز الاخطاء تيجي عليها اسئله فولس او ما هو نوع الخطا. ان شاء الله راح نحكي هسه عن سيستماتيك ايرور للحبل، ان شاء الله نحكي عنه بحاله. يعطيكم العافيه.